أكبر المخاوف في الزمن هذا اللي هو المستقبل. الواحد ما بيعرف إيش بيواجهه، كل يوم بيتعرض لأشياء جديدة، مواقف جديدة، لأمور جديدة. وأكبر مواقف بتواجهنا دحين زمن الكورونا، والواحد ما بيدري إيش بيتغير في العالم، إيش بيتغير في الزمن ده. أكبر مخاوف لينا في الوقت الحالي هي كورونا، يعني نتمنى إن شاء الله نحن ننتهي من هذا الوباء ونتعايش زي ما كنا سابقا بإذن الله تعالى مع الوضع الاجتماعي حقنا. بالنسبة لنا دحين الاحتياطات، والإنسان قلق بشكل مستمر، حابب إنه هو يكون بسلامة تامة هو وعائلته، فهذه هي أكبر المخاوف اللي نواجهها دحين يمكن المجتمع عموما، يعني مو بس أنا الحالي. أكثر مخاوفي تكون لما نكون سايق في السيارة ويجوني ناس سايقين بسرعة متهورة، هذا الشيء يخيفني جدا. والله حاليا ما في عندي شيء يعني محدد أخاف منه، يعني أحس إنه ما في شيء دايركت إنه أنا أخاف منه وحطته في راسي، يعني عادي الحياة حلوة. المخاطر إنه مثلا يعني أخاف إنه أمرض، وعدي الناس، وعدي الأهل، وعدي المحولية، خصوصا الكبار في السن. المخاوف يعني كورونا دحين اللي جات، والواحد إنه يفقد أحد من أهله ويكون عزيز عليه، هذه أكبر المخاوف حاليا في آخر سنتين. أكبر المخاوف المستقبل والمجهول، لأنه أنت ما تعرف وش بيصير قدام، هذا اللي يخوفني دائما. أكبر مخاوفي يعني هو في مخاوف كثيرة، بس يعني خوف عن خوف يختلف، ويعني إن شاء الله أكبر مخاوفي إني أحقق اللي أتمناه وأحقق طموحي، يعني هذا أكثر مخاوفي، يعني وأخاف من المستقبل، لكن يعني المستقبل بيد الله وإن شاء الله كل شيء مكتوب. أكبر مخاوفي الخوف من السرعة والسيارات وكذا والمرتفعات، هذا اللي أنا أخاف منها مرة. والله الوباء، الفيروس، الكورونا، هذا أكبر همنا أنا نخاف منه. أكبر المخاوف يعني تكون يعني حذر على كل محترز، وأهم شيء يعني تكون صح والعافية، بس هذا أهم شيء. يعني أهم شيء يعني نكون يهتم الشخص يعني الاحترازية، ويعني أهم شيء يعني صح والعافية بس. صحيح، أكبر مخاوفي هو الوباء اللي منتشر، إن شاء الله الله يبعدنا عنه إن شاء الله بالخير إن شاء الله يا رب. أكبر مخاوفي أعتقد في الوقت الحالي يمكن مع كورونا ومع الكوفيد تكون هي الأمراض والعدوى المنتشرة حاليا، يمكن هذه أكثر مخاوفي في الفترة الحالية. قد تكون يعني بسبب كورونا كان في وحدة بشكل يعني كلنا جبرنا أن نكون كل واحد منعزل عن الثاني، يمكن هذه سببت لنا مخاوف شوية، انعزال عن المجتمع. الحمد لله الأمور دحين أفضل بكثير، ما يعني ما أحس يعني في أمان، ما عندي شيء أخاف منه تقريبا يعني.